مشاهدينا، نكمل الحرة الليلة من ملف الذكاء الاصطناعي، حيث حث النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح بول دين الصين وروسيا على إصدار إعلانات مماثلة لتلك الصادرة عن الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن البشر، بأن البشر فقط وليس الذكاء الاصطناعي هم من سيتخذون القرارات بشأن نشر الأسلحة النووية. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة والصين ستعقدان محادثات ثنائية حول الذكاء الاصطناعي لأول مرة خلال الأسابيع المقبلة. لماذا تخشى البشرية سيطرة الذكاء الاصطناعي على السلاح النووي؟ هل حقا ستسلم بعض الدول النووية إدارة أسلحتها للذكاء الاصطناعي؟ وماذا بيد واشنطن للإبقاء على التحكم به في يد البشر؟ مع الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي في أغلب المجالات، ووسط توقعات بأن يزداد التعويل أكثر على هذه التكنولوجيا التي يرتقب منها أن تسهل حياة البشر، تزداد المخاوف من أن تعول بعض الدول الكبرى على الذكاء الاصطناعي للتحكم في ترسانتها العسكرية، خاصة النووية منها. في هذا السياق، دعت وزارة الخارجية الأمريكية كلا من الصين وروسيا إلى إصدار إعلانات مماثلة لتلك الصادرة عن الولايات المتحدة ودول أخرى بأن البشر فقط وليس الذكاء الاصطناعي هم من سيتخذون القرارات بشأن نشر الأسلحة النووية. وأكدت الخارجية الأمريكية على لسان النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسليح بول دين، أكد أن مثل هذا الالتزام يعتبر معيارا مهما للغاية للسلوك المسؤول من قبل موسكو وبكين. وترى الولايات المتحدة أنه من غير المعقول أن يسمح للذكاء الاصطناعي مستقبلا باتخاذ قرارات حول استخدام الأسلحة النووية، وأن العنصر البشري لا يزال مهما لاتخاذ قرارات تتعلق بإدارة واستخدام هذه الأسلحة الخطيرة، لأن سوء استخدامها قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على البشرية بأسرها. وحسب تقارير عدة، تمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 5000 سلاح نووي، بينما يوجد في حوزة الصين أكثر من 400 سلاح نووي، أرقام ضخمة تزيد من المخاوف من احتمال فقدان السيطرة عليها في حال أصبح الذكاء الاصطناعي متحكما فيه. معنا من فيرجينيا بيتر بروكس، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق وباحث سابق في مؤسسة هيدريتش لأسلحة الدمار الشامل ومنع الانتشار. أهلا ومرحبا بك. لماذا الخشية من أن يسيطر الذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية؟ الذكاء الاصطناعي كما نعرفه اليوم وسيتغير مع مرور الوقت، سيسرع مسألة اتخاذ القرارات مقارنة مع البشر. بعض الخبراء والعلماء يقولون بأن القرارات يمكن أن تتخذ بشكل سريع فائق السرعة حسب قدرة الحاسوب. إن ما يقلق اليوم هو أن القرار قد يتم اتخاذه دون أي وقفة للتفكير، والذكاء الاصطناعي يمكن أن يقوم بالضربة الأولى في نزاع، أي أن هنالك دولة قد تقوم بالهجوم أولا ببدء الحرب. هنالك قلق أيضا في الذكاء الاصطناعي أنه عندما تندلع الحرب يجب أن تتفاقم ويجري التصعيد ويتم إطلاق مئات وألاف من الأسلحة النووية. إذن استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم هو في المجهر، وفي بعض التمارين من العلماء استنتجوا أن الذكاء الاصطناعي هو أكثر عدوانية في استخدام السلاح النووي مقارنة مع قيام البشر باتخاذ القرارات، وبذلك يخشى أن يجري التصعيد بشكل كبير. وكما ذكر تقريركم أن العقوبات قد تكون كثير، أن العواقب قد تكون جمة. نعم، مع هذه العواقب الجمة سيد بيتر، هل يمكن وضع
رؤية شاملة يلتزم بها الجميع، كل الدول التي توصف على أنها نووية يمكن وضع آلية تلتزم بها بحيث يبقى السلاح النووي بيد البشر ولا يذهب إلى الذكاء الاصطناعي؟ الولايات المتحدة أكثر الدول قدرة في مجال الذكاء الاصطناعي، لذلك من الهام أن نقوم بالريادة. الفرنسيون والبريطانيون قالوا بأنهم سيؤيدوا القرارات الأمريكية. التحدي هو اليوم بأن تنضم روسيا والصين إلى ذلك، أي مجموعة الخمسة، مجموعة الدول النووية الخمسة الأساسية. روسيا والصين لم توافقا على الانضمام، هي قضية جديدة. ولكن مع ذلك هنالك دول أخرى قادرة في مجال النووي، الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وربما ذات يوم قد إيران تصبح نووية. إذن يجب أن نبدأ بمجموعات الدول الخمسة من أجل التوصل إلى اتفاق، ربما معاهدة، ولكن في ضوء المستوى العالي لعدم الثقة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، أعتقد ذلك يتطلب عملا دبلوماسيا دؤوبا. نعم، هذا العمل الدبلوماسي كيف يمكن أن تتم ترجمته سيد بيتر؟ نعلم أن هناك حساسية كبيرة خاصة بالسنتين الأخيرتين بين الولايات المتحدة وروسيا بشكل خاص. أيضا الولايات المتحدة هي طلبت والصين سوف تعقدان محادثات ثنائية حول الذكاء الاصطناعي، وذلك فيما يتعلق بالأسلحة النووية وغيرها من القضايا الأخرى. هذه الحساسيات السياسية يمكن أن يتم إزاحتها أو إبعادها أمام قضية بهذا الحجم تمس البشرية جمعاء؟ هذا أمر صعب بحد اعتقادي لأكون صريحا. إن هنالك دول أخرى في نظام الأمم المتحدة والأسرة الدولية يمكن أن تتفق على ما تقوله الولايات المتحدة وتقترحه. الضغط من أجل الضغط على روسيا والصين للانضمام إلى الولايات المتحدة في هذه المحادثات. أفهم أن الأمم المتحدة قد تباشر حوار حول الذكاء الاصطناعي، ولكن الحديث في مسألة السلاح النووي محدودة، والصين لم تعرب عن رغبتها في الانخراط في حديث عن النووي. لقد تحدثتم في تقريركم عن أن الصين لديها مئات من الأسلحة النووية، مع السنوات القادمة يعتقد بأن الصين ستضاعف 10 مرات هذه الترسانة النووية. إذن الصين تفكر بالذكاء الاصطناعي كذلك عندما تتعقب التكنولوجيا الأمريكية وتحاول أن تحقق مساواة عسكرية مع الولايات المتحدة في هذا النحو. نعم سيد بيتر، ولكن أن يتم الضغط على زر الأسلحة النووية هو بحجم الخطورة وما يمكن أن يتركه على البشرية جمعاء كما ذكرنا، سواء ضغط بيد البشر أو الإنسان أو الذكاء الاصطناعي، ولكن من حيث النسبة والتناسب إلى أي مدى أن يكون الذكاء الاصطناعي هو المسيطر على السلاح النووي يجعله خارج السيطرة؟ أشعر بالقلق البالغ، ولا أدعي بأنني خبير في الذكاء الاصطناعي، إنه مجال معقد متشعب، ولكن نقارن التفكير البشري مع الذكاء الاصطناعي. علينا أن نتذكر أنه ذكاء اصطناعي وليس ذكاء بشريا. فيطرح السؤال، هل للذكاء الاصطناعي أخلاقيات؟
عندما نفكر ويفكر المرء البشري بتأثير ذلك على الفرد البشري الآخر، فالذكاء الاصطناعي ينزع المسألة الأخلاقية والصح وغير الصح وبشكل سريع. إذن القلق هو سرعة وتيرة اتخاذ القرارات. من فيرجينيا، بيتر بروكس نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق وباحث سابق في مؤسسة هيدريتش لأسلحة الدمار الشامل ومنع الانتشار، شكرا جزيلا لك.